أي إمام الأنبياء تم پر سلام دل صدا کہتا رہا تم پر سلام صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة ورحمة للمؤمنين وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن العالم يستغفر له من في الأرض ومن في السماء حتى الحيتان في جوف الماء وفي رواية النملة في جحرها أو كما قال النبي عليه الصلاة والسلام شبای نماجر درود پڑی اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أي حبيبِ كبرياء تم پر سلام أي ہمارے دل ربا تم پر سلام أي حبيبِ كبرياء تم پر سلام أي ہمارے دل ربا تم پر سلام دل صدا کہتا رہا تم پر سلام أي إمام الأنبياء تم پر سلام مسجد اقصى میں جملہ انبیاء مسجد اقصى میں جملہ انبیاء مقتدی تھے اور بھی ہے تم مقتدا مقتدی تھے اور بھی ہے تم مقتدا اے امام الانبیاء تم پر سلام دل صدا کہتا رہا تم پر سلام